صباح الخير على حضراتكم، اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي جه ميعادنا عشان نتعرف على درجات الحراره ونعرف الجو هيكون عامل ازاي النهارده، وده بنرجع فيها لخبراء هيئه الارصاد اللي بيتوقعوا ان الجو النهارده هيستمر في ارتفاع درجات الحراره، والجو هيكون حار على القاهره والوجه البحري، وهتكون في فرص امطار ولكن امطار خفيفه هتكون رعديه في بعض الاحيان على مناطق متفرقه. تكون الرياح كمان معتدله وهتنشط في بعض الاحيان، اما السواحل الشماليه فهيكون في فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه، والطقس بشكل عام هيكون معتدل والرياح هتكون معتدله وهتنشط في بعض الاحيان. الخبراء كمان بيتوقعوا ان شمال الصعيد هيكون في الطقس، وجنوب الصعيد كمان هيكون الطقس شديد الحراره والرياح هتكون نشطه على شمال الصعيد. بالليل بقى الخبراء بيتوقعوا ان الطقس هيكون مائل للبروده على القاهره والوجه البحري، والسواحل الشماليه هيكون الطقس مائل للبروده، وعلى شمال وجنوب الصعيد هيكون الطقس لطيف. هنتعرف على درجات الحرارة بالأرقام زي ما تعودنا، وهنبدأ من القاهرة اللي درجة الحرارة العظمى فيها هتكون 38 والصغرى هتكون 22، اسكندرية العظمى هتكون 31 والصغرى 21، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 20، بورسعيد العظمى هتكون 30 والصغرى 23، دمياط العظمى 30 والصغرى 23، الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 23، السويس العظمى 37 والصغرى 22، أما العريش فالعظمى 31 والصغرى 21. مكملين مع حضراتكم، هنروح طابة العظمى فيها 35 والصغرى 20، سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 17، بالنسبة لشرم الشيخ فالعظمى فيها 39 والصغرى 28، الغردقة العظمى 38 والصغرى 29، الفيوم العظمى 38 والصغرى 24، بني سويف العظمى 39 والصغرى 24، المنيا العظمى 39 والصغرى 25، أما بالنسبة لأسيوط فالعظمى فيها 40 والصغرى 23. لسه مكملين مع حضراتكم في محافظات الصعيد، هنروح سوهاج العظمى فيها 41 والصغرى 25، هنا العظمى فيها 42 والصغرى 26، الأقصر العظمى 43 والصغرى 27، أسوان العظمى 44 والصغرى 29، الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 26، حلايب آخر حاجة معانا العظمى 37 والصغرى 27. نلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة بوجه عام تحديدا في محافظات الصعيد. دلوقتي هناخدكم